يعني احنا ناخذ مثال على المجتمع الاسرائيلي أمم الذي يؤيد بنسبه عاليه جدا اكثر من 80% جرائم الحرب التي تحدث في غزه وفي لبنان، وحتى من افراد الجيش الاسرائيلي. قد يدعي البعض انه غير عالم بالقانون الدولي في هذا المجال. نفس الشيء يحدث في دول اخرى، يعني في السودان مثلا من طرفي النزاع كلاهما يدعي انه يقف الى يحترم قوانين الدولية في هذا المجال، ولكن واضح أن هناك جهل عند المجتمعات كما هي عند القيادات. فنحن بدورنا نحاول أن نساعد، وهذه مبادرة سعودية حقيقة تستحق التقدير. يعني نحن الذين فكرنا فيها ونحن الذين نعمل عليها، لأننا نؤمن بأنه إذا لم تتعلم الشعوب، إذا لم يعني ينتشر هذا الوعي بين الناس، فقد لا يصل إلى قادة الأحزاب أو قادة الميليشيات أو قيادات الدول. فنحن نبدأ من هنا، وأيضا نعمل على المجتمع الأكاديمي، على مراكز البحوث كما ذكرنا، وأيضا على السفراء والوزراء وكل المختصين في هذا المجال.